تقول أريد أن أعطي شخص من الزكاة، فهل أسأله هل هو من أهل الزكاة أم لا؟ إذا كنت لا تعرفه، إن كنت تعرفه فأعطه، ويعني تعرف حاجته فقره أعطه. إذا كنت لا تعرفه وأنت في شك من أمره تقول له هذه زكاة، إن كان من أهل الزكاة خذها، وإن كان من من أهل الزكاة اتركها. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان يسألانه من الصدقة، فرأى فيهما قوة، وقال إن شئتما أعطيتكما، إلا أنها لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، يعني قوي يستطيع الكسب،